أنا رايح فوتون. إيه روح، الله معك سيد جان. لقيتها. حبيبتي فوتون، يا نور عيوني، بحبك فوق ما تتصوري، وما فيني أعيش بدونك أبدا. بتعرفي هالشي ما هيك حبيبتي؟ ما رح تقولي لي إنك بتحبيني؟ جان خلصنا بقى، كنت عم بمزح معك، شي صار وخلص نسيته. أنا رح أروح هلأ، بس قلبي بقيان معك أنتي، رح أتركه أمانة بين إيديكي. جان خد قلبك وطلع بسرعة من البيت. أنا قلتلك كان لازم تخنقيه هو ونايم. لا فتوح، يعني إذا أنت بتحبي التفاح لازم التفاح كمان يكون بيحبك؟ شو هالحكي هاد؟ شو يعني؟ حتى لو ما كان بيحبك أنت حبيه؟ شو بده يصير مثلا؟ أوه علينا بلشنا بالروحانيات. اهربي 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 اهربي. يلا. يه أنا صار بدي مشفى مجانين، وكله بسببه. يي شو هالمفاجأة الحلوة. أهلين وسهلين. كيفك يا فصعوني؟ تفضل. وقفي وقفي لا تسكري الباب. تعالوا يا أولاد فوتوا بسرعة لشوف. جدي؟ هدول لمين؟ هدول هدايا إليك. إلي أنا؟ يلا يلا. وليش يعني؟ على نصتك. جدي لشو كل هدول؟ جبت لك شوية هدايا يا روحي. هدول شوي؟ ايه يلا بقى افتحي الهدايا. ماشي. قولي كل هالقد حقه. شو صار لي جدي؟ ولك هاي غالية كتير، خلينا نرجع ونشتري سيارة بدالها. بنتي انتي لازم تتعودي، من حقك انه تلبسي تتمكيجي وتتشيكي مثل كل البنات يلي بعمرك. جدي لازم تعرف انه فوتون ما بتحمل جزدان بهذا السعر، خلينا نرجعهم بحقهم. انا بشتري بيت. بنتي فوتون روقي، قلي لي لشوف رفيف بشو احسن منك تتلبس ماركات. اذا بالقماش والدهانات تبعها بتطلع حلوه، بس ما عندها خامه مثلك. جدي انت شو اللي عم تقوله؟ مفكرتيني مالي منتبه اني عم تحاول تغطي عليكي بحركاتها البايخه ولبسها المبهدل؟ ما حدا بيقدر يعمل هيك مع كنتي. يلا لشوف، يلا خدي خدي هالاغراض على غرفتك، بدي شوفهم عليكي قطعه قطعه. كيف يعني؟ مثل ما منشوف بالمسلسلات، كل ما بدي قيس قطعة لازم ورجيك ياها. ايه بدي شوفها. جدي بس هاي الحركات بتعملها البنت للشاب يلي بحبها مو لجدة. يلا فتون خدي هدول وروحي قيسيهم بسرعة، تحركي. حاضر. لك فتون يلا بنتي خفي ايدك شوي. حلو كتير عليك. يا لقطاتي. شو هاد؟ عفارم عليك يا بنت. أوه. فتون مرة فتون مرة. جدي قلت لك هالشي ما بيلبق لي، الغالي ما بيزبط على فتوني اللي ما أنا متعودة تلبس ماركات. هلا فهمنا كل شي، خلصنا هلا من مسألة التياب، بس الأهم إنه نعلمك كيف تمشي وأنت لابسك عب. كيف يعني؟ رح أقول لك كيف.
تشرب كاسة شاي معلم. شو هالحكي جدي؟ أنا بقوم بعمل لك. روي، أنا مو هيك كان قصدي. بقصد يا بنتي إنه هي قاعدة شاب بده يشرب شاي ويلعب بالطاولة. كيف أقعد لك؟ ليك يا بنتي، الخانم لما بدها تقعد ما بصير تزت حالها وتقعد دش مثل ما أنت عملتي. بتقرب الكرسي لعندها وبتقعد على أقل من مهلها، شايفة شلو؟ بعدين بتسحب رجلها اليسار وبتحطها ورا رجلها اليمين، بتضب ركبها على بعضهم وبتحط إيديها على ركبها هيك، كمان شوي لتحت يا بنتي، شديلي ظهرك لفوق وميلي راسك كمان شوي، اطلعي فيني بنظرة الممغوصة. طيب يلا قومي لشوف، خلينا نجرب. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.